أهلا بكم في هذا المساء. أربعة ملفات نطرحها عليكم بحيثياتها وأبعادها. السنوار يؤكد أن التهدئة مع إسرائيل ستحقق قريبا دون التوصل لمصالحة، متوعدا السلطة الفلسطينية في حال فرضها عقوبات جديدة على غزة. ضغوط مصرية وأمريكية تمارس على السلطة الفلسطينية للانضمام لجهود التهدئة. غرينبلات يؤكد أن هناك من يملأ الفراغ بدلا عن السلطة، وفريدمان يقول أن توقيع اتفاق التهدئة بمثابة جائزة لحماس. ليبرمان يؤكد أن الاتفاقيات في الشرق الأوسط التي تتحدث عن الوضع في سوريا غير ملزمة لإسرائيل، وتلاسن كلامي بين ظريف ونتنياهو. وليد المعلم يلتقي لافروف في موسكو لبحث الأوضاع في سوريا وخصوصا إدلب، مشيرا إلى أن الحكومة السورية ستحارب جبهة النصرة في المحافظة، متهما بريطانيا ومنظمة الخوذ البيضاء بالتحضير لهجوم كيماوي. أعلن رئيس حركة حماس في قطاع غزة يحيى السنوار أن التهدئة مع إسرائيل ستحقق قريبا حتى دون تحقيق المصالحة الفلسطينية المتعثرة. وقال السنوار خلال لقاء جمعه بعدد من الكتاب والمحللين في غزة أن ما أطلقته المقاومة خلال 51 يوما في الحرب الأخيرة يمكن أن تطلقه في 5 دقائق خلال أي عدوان إسرائيلي. وتابع السنوار أن المخابرات المصرية سلمت وفد حماس في القاهرة رد فتح على مقترحات المصالحة وكان سيئا. هذا وقال السنوار إن الرئيس الفلسطيني سيخسر كثيرا وإن فرض عقوبات جديدة على غزة لأنه سيعزز تجاوزه. تجدد حالة اليأس لدى الشارع الفلسطيني بعد تصريحات يحيى السنوار قائد حركة حماس في قطاع غزة، بعد تسلمه رد حركة فتح من خلال المخابرات المصرية، والذي اعتبرته حماس ردا سلبيا بكل المقاييس بشأن المصالحة والتهدئة مع إسرائيل. نأمل أن تتكلل جهود الكل الوطني في الضغط باتجاه استعادة الوحدة الوطنية على أساس الشراكة السياسية ورفع الإجراءات العقابية، فهذا مطلب وطني، إضافة إلى إنجاز مقاربة تقوم على ضمان حرية قطاع غزة وإنقاذ قطاع غزة من الأوضاع الكارثية التي يحياها. دون ذلك سنكون أمام سيناريو عدوان جديد أو حرب كاسحة ربما ستكون ثمنها فادح. كلمة السر في تصريحات سنوار: شهرين هي المدة التي حددها مجازا إما لفك الحصار وتوقيع اتفاق تهدئة مع إسرائيل وتوقيع اتفاق لتبادل الأسرى، وإلا حرب ضروس واستخدام كل ما تملكه المقاومة الفلسطينية من إمكانيات عسكرية. يعني الأخ يحيى السنوار أيضا أكد على أنه لن يغلق الباب أمام المصالحة ولا بأي طريقة ولا بأي شكل من الأشكال، وأنه مصر على المضي قدما في هذا الاتجاه حتى ولو توقفت، فأنه لن يغلق هذا الباب، ولكن في النهاية هو يبحث عن يعني رفع المعاناة عن أبناء قطاع غزة الذين يعانون الأمرين. وأكد أنه لا يستطيع أن يرى طفل فلسطيني، لا يستطيع شراء الحليب، أو أن لا يرى أبا فلسطيني لا يستطيع شراء الطعام لأولاده، ولذلك هو ماضي قدما في تفاهمات التهدئة حتى النهاية. سنقلب مرجل الجمر في وجه الاحتلال، وستة أشهر كاملة سنجعل صفارات الإنذار تتواصل في غوشدان. وأضاف قائلا إن الرئيس أبو مازن سيخسر كثيرا إن فرض عقوبات جديدة على غزة لأنه سيعزز تجاوزه. بهذه التصريحات النارية لقائد حماس على حد قوله يبدو أن حماس لديها خطة بديلة لإدارة قطاع غزة بدون السلطة الفلسطينية. ولنقاش هذا الملف معي عبر خدمة سكايب سيد محمد أبو مهدي كاتب محلل سياسي فلسطيني، مرحبا بك. ومعي في الاستوديو السيد ألون أفيتار مستشار سابق لمنسق أعمال الحكومة الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية، مرحبا بك. أبدأ معك سيد ألون. كما ذكر في التقرير تصريحات تصعيدية بعض الشيء بالنسبة للسنوار، تطرق إلى ملفات عديدة. ما هي الرسائل برأيك التي رغب بها السنوار أن ينقلها من هذا من هذه التصريحات؟ هذا المؤتمر الصحفي اللي نظمه سنوار وخطب هناك خطاب طويل، هذا أول مرة أنا شايفه إنه بجمع كل أو 30 صحفي في قطاع غزة وبيحكي لكل وسائل الإعلام المختلفة. لازم نشعر ولازم نلاحظ ونشوف انه هذا الميدان هذا او المجال او المحل هذا مش المحل الطبيعي حسب يحيى سنوار. يحيى سنوار ما يتعدى او ما يتربى بحكي المباشر مع الجمهور ومع الشارع ومع كل الشعوب في الدنيا. على كل حال في اهداف مركزيه بالنسبه او كم اهداف بالنسبه لهذا المؤتمر. اظن اول شيء
إذا نقرأ بين الشيتين ونقرأ كل جملة وجملة نحن بنشوف إنه في رسالات. إسرائيل مش الهدف، مش العنوان، في أهداف مختلفة إضافية. أول شيء إيران. إيران هو أول دولة، بأول دولة بالنسبة لهذه الأهداف. إيه سينوار بيحكي لإيران إنه نحن كحركة حماس جاهزين مع كل الأسلحة، مع الصواريخ لمنطقة تل أبيب كمان، وحجم الصواريخ هو كبير، وعندنا كل القدرة العسكرية لضرب تل أبيب بكرة صبح لمدة طويلة، بمختلف أو بأكثر بكبير من العملية العسكرية اللي كانت في 2014. إيران هو أول شيء. ثاني هدف هو الشارع الفلسطيني، المجتمع الفلسطيني في الضفة وفي قطاع غزة ما بعد. للسكان الضفة بيقول سينوار نحن مش مسؤولين على فشل المحاولات المفاوضات للمصالحة، اللي مسؤول على فشل المصالحة هو الرئيس أبو مازن، هي السلطة، هي حركة فتح مع كل شروطها، الشروط الصعبة. نحن حركة حماس جايزين، بس أبو مازن هو المسؤول الفشل. هذا ثاني هدف. عنوان الثالث هو الشعب الفلسطيني في قطاع غزة. بكل سنوار لا طريق لصحفيين، لا مجتمع الفلسطيني، لا الشغل الفلسطيني في قطاع غزة، لازم تكونوا صبرين شوية. بعد كم أسابيع نحن نفتح الجدار، نفتح المعابر، نفتح كل المشاكل هون ونسهل الوضع حكم، ونحن نوصل إلى التهدية بوقت كثير في المستقبل القريب بعد شهرين. ما في أي أساس لهذا الوعد، بس الجمع الفلسطيني في قطاع غزة هو الهدف من ناحيته. أذيني بشكل عام بجملة قصيرة، النتيجة أو نتيجة هذا المؤتمر الصحفي من ناحية سينوار هي نحن كحركة حماس، حركة حماس، وأنا كسينوار القائد الوحيد على اللي مسؤول عن قطاع غزة بدي نوصل إلى استقرار وتهدية. نعم سيد محمد، استمرارا لما قاله ضيفي هنا، أيضا السينوار هدد بشكل واضح السلطة الفلسطينية بأنها إذا وضعت عقوبات على قطاع غزة بهذا الرئيس الفلسطيني يعمق قضية تجاوزه بالنسبة لجهود التهدي أو جهود المصالحة، وربما الأمر الأخطر الذي قاله السنوار بأنه يمكن الوصول أو تحقيق التهدئة بدون التوصل إلى مصالحة. يعني هو ليس السنوار وحده الذي تحدث عن إمكانية تحقيق اتفاق تهدئة بدون السلطة. هناك إدراك عام عند الفلسطينيين وعند الإقليم ودول العالم بأن هناك عقبات مستمرة توضع أمام عملية المصالحة الشاملة. أبرز هذه العقبات هي موضوع التمكين ونزع سلاح المقاومة الفلسطينية. لا يمكن أن تقوم حماس بالتسليم بهذين المسألتين. حماس تتحدث عن شراكة سياسية، عن انتخابات، عن مجلس وطني توحيدي، وعن إعادة يعني بناء النظام السياسي الفلسطيني. هذا ما فهمته من حديث السنوار وغيره من قيادات حركة حماس. وبالمناسبة هذا ليس مطلب لحركة حماس وحدها، وإنما مطلب غالبية القوى الفلسطينية الفاعلة، تطوير منظمة التحرير ودمقرطتها، إعادة إحياء الصلة مع الشعب الفلسطيني سواء في داخل الأراضي المحتلة أو في الشتات، وبرنامج سياسي واضح يعمل الجميع من أجل تحقيقه. هكذا نفهم الرسائل الفلسطينية من السنوار ومن غير السنوار من القيادات السياسية الفلسطينية. أما فيما يتعلق بموضوع المرجل والاستخدام أو الحرب أو المدة الزمنية التي تحدث عنها وهي مدة أسبوعين، فتقديري كانت الرسالة أكثر باتجاه إسرائيل، وهو تحدث أنه قام هو ورفاقه من قيادات حركة حماس بإرسال رسالة إلى إسرائيل عبر وسيط بأن ما تطلقه حركة، ما أطلقته حركة حماس خلال الحروب السابقة سيتم إطلاقه خلال خمس دقائق. بمعنى أنه يعرض الأمرين، اتفاق تهدئة
فهو جاهز لصياغة هذا الاتفاق وتوقيعه. نعم. وفق طبعا مقتضيات فلسطينية وداخلية تشمل رفع الحصار وغيرها من قضايا برزت خلال 12 سنة، وأيضا جهوزيته لإمكانية أن تواصل إسرائيل عدوانها، وبالتالي لا يمكن لحركة حماس أن تبقى مكتوبة الأيدي. يبقى معي سيد محمد، لا تتعقب سيد. بس مهمة ذني، نحن ما حكيناش ولا كلمة على هذا الموضوع، وهلا في فرصة. في كتير عناصر فلسطينيين وإسرائيليين كمان اللي شافوا سنوار في الوقت الأخير خلال آخر شهر شهرين ما شافوه في مركز الأمور، أو خلينا نقول في وقت النقاشات والجلسات لما أجا وفد عروري لقطاع غزة قبل أسبوعين. في كتير عناصر فلسطينيين سألوا وين يحيى سنوار، هرب من الصورة، اتخبى، هلا مسك الفرصة من الأول وقال لكل الوسائل والجمهور وهدول العناصر أنا موجود هون ورجعت للمركز الأمور. في كمان هدف شخصي سياسي من ناحيته، مش بس بالنسبة للمواضيع اللي حكينا هلا. نعم، إذا أردت التعقيب أيضا بهذه النقطة سيد محمد. أنا لا يعني لا أتصور أن السنوار يهوى الظهور أمام وسائل الإعلام، هو قائد لحركة حماس في قطاع غزة. نعم، لذلك ربما يشير التوقيت بأنه خرج للإعلام بعد حديث وبأنه غاب عن المشهد. ببساطة هو خرج بعد أن تلقى وفد حماس في القاهرة رد حركة فتح، يعني لا علاقة للأمر أنه اختفى أو ظهر للعلن أو يحاول استعادة قوته، ولا أحد ينافسه الآن. انتخابات حركة حماس الداخلية انتهت وأصفرت عن فوزه فيها، وأصبح مسؤول الحركة في قطاع غزة، فلا موضوع يعني المنافسة أو الظهور الإعلامي يعني، ولا قضايا ذات بعد داخلي حمساوي. هو فقط جاء في سياق الرد على رد حركة فتح على المبادرة المصرية. لا يعني لا، تصريحات السنوار يجب ألا نخرجها من سياقها الطبيعي. هو كان يظهر من فترة وأخرى، وظهر عدة مرات في المظاهرات الشعبية على حدود قطاع غزة، وتناقلت وسائل الإعلام صورته هو ورفاقه من قيادات حركة حماس وقيادات الفصائل الأخرى. مسألة الظهور من عدم الظهور يعني هذه روايات، تقديري يعني شو إعلام أو يعني لطرح التساؤلات أو لمحاولة يعني استشراف المستقبل أو لا محاولة إثارة بعض النزاعات الداخلية في الأوساط الفلسطينية. لا علاقة لها بما قالوا بالأمس، يعني ظهر نتيجة رد حركة فتح، نتيجة حدث سياسي. نعم، وليس المطلوب أن كاميرات الإعلام يوميا. وصلت فكرة. سيد محمد أبو مهدي كاتب محلل سياسي فلسطين، شكرا جزيلا لك سيد، سوف تبقى معي. والآن أعزائي المشاهدين ننتقل إلى الملف الثاني.